شكرا السيد الرئيس، السيد مستشار، هذا السؤال هذا. وحقيقة شفنا هذه الأيام الأخيرة واحد الارتفاع ديال بعض الحالات. اليوم كنسجلوا 1646 حالة، ولكن الأمر اللي مشجع اليوم هو أن الحالات الحرجة والإماتة ضعيفة، ما كاين شيء. الحالة كانت مستقرة في المغرب لأزيد من 15 أسبوع. الحالة ديال الإماتة تقريبا ما كاينش، قليل. وكذلك الحالات الحرجة يعني الأقسام ديال الإنعاش اللي هي خاوية في 0.36% ديال النسبة ديال الاشتغال ديال الأسرة ديال الإنعاش بكورونا. يعني شتانا بيننا وبين الأيام اللي فات اللي عشنا فيها بعض الموجات اللي حرجة ديال الدلتا. حنا كنعيشوا في الأوميكرون، والأوميكرون فيه جوج ديال الأنواع، البي أ 1 والبي أ 2، وهذا البي أ 2 هو اللي اليوم منتشر. وشحال ما كيكون التحور الجديد إلا والاماته ديالو والفتك ديالو كيقلال، كتبقى يلا السرعه ديال الانتشار. وهذا هو اللي كنعرفوا علاش اليوم كاين هذه الحاله ديال الحاله الوبائيه. لان لازم ما نوضحوا انه عشنا بعض من بعد ما حبسنا الاجراءات الاحترازيه، ماشي حبسناها، يعني كان واحد التراخي اولا. ثانيا ما بقيناش متمسكين بنفس ما بقيناش متشبتين بنفس الاجراءات، لان كتشوف الا كتخرج للشارع راه تقريبا ما كاينش. انتم هنا في المجلس راه تحت فيكم ما داير الماسك. اذا من بعد ما كيكون عاوتاني التجمعات المخالطات، وهذا فصل الصيف فيه الحركيه، فيه السفر اللي فيه العراسات، فيه الجنائز، فيه الكرات، الاستاد. اذا الناس جاوا من العمره، لازم ما يطلعوا الحالات. هنا اليوم كتولي مسؤوليه فرديه. الواحد هو اللي يعرف راسه بانه يحافظ على راسه ويحافظ على ذويه. اذا حنا ما كنقولوش بان غادي نبقاو بنفس الاجراءات، لان العالم كله كيتحرر وكيحاول يتعايش مع هذا الفيروس. علاش؟ لان ثاني اولا عندنا واحد المناعه ديال حققناها بالتلقيح، وهذه مبادره ديال صاحب الجلاله بشحال، وحنا خدامين عليها من 2020. ثانيا كاين واحد المناعه عاديه اكتسبناها من بعد الاصابات اللي كانت تسجلات. فبالتالي اليوم كنشوفوا بانه الوجود ديال الفيروس غير مضر للصحه، بالعكس مضر للاقتصاد ومضر بزاف ديال الامور الاخرى. اذا كيبقى الاستمرار على نفس الاجراءات اللي كنبقاو عليها اليوم. وكنحثوا الناس اللي هما فاتوا ذاك 6 شهور ديال التلقيح على الجرعه الثالثه وما فيها شاشه، ربما يكونوا عندهم واحد الجرعه معززه اكثر اللي خصنا نديروها لهم. واللي مازال التلقيحش خصو يدير التلقيح. يعني النتيجه ديال التلقيح هي باينه واضحه، والمغرب كيتوفر على الادويه الخاصه. الحمد لله ما عندنا حتى شي نقص في الادويه اللي هي بالنسبه للكورونا. اذا كنبقوا على نفس الاجراءات اللي هي ناجحين في الخطه ديالنا. الحمد لله. شكرا. شكرا.